اول وصفه هو عيش من غير دقيق خالص. هنعمله عيش العدس. عيش العدس هنا هنعمله بوصفتين، هعمل معاكم وصفه سهله وبسيطه على الطاسه، وهعمل معاكم وصفه تانية في الفرن فيها كميه اطعمه وكميه مكونات مش بس صحيه لكن كمان طعمها لذيذ جدا جدا. بصوا بقى، احنا عشان نعمل عيش العدس البسيط محتاجين عدس منقوع وعليه شويه ميه وملح وفلفل ونضربهم ونبتدي نعمله زي الكراب في الطاسه. طب عشان اعمل بقى الوصفه التانية اللي هي طعمها احلى بكتير بصراحه، بس هي مشكلتها انها بتاخد وقت اكتر من اللي على الطاسه، فلو انا مستعجله هعمل اللي على الطاسه، لكن لو انا بجهز للسحور قبلها بساعتين مثلا هقدر يبقى عندي وقت ان انا اعمل اللي هو ايه الشكل بتاع التوست. ايه مكوناته؟ هيبقى معايا عدس منقوع 6 ساعات، 250 ملي زبادي، افضل يوناني ولكن اي حاجه متوفره موجوده، ولو هتستعملوا الزبادي العادي هنصفي منه الميه اللي فيه. معانا كمان 4 بيضات، زيت زيتون، بيكنج باودر، بيكنج صودا، وطبعا ملح وفلفل. بعد ما نعمل العجينه بقى هندخل فيها المكونات اللي على مزاجنا. معايا بقى هنا جبنه، شبت، بصل اخضر متقطع، سمسم للوش، ومعايا نوعين زيتون. طب انتوا عندكم اي حاجه من دول ناقصه حطوا بدلها حاجه انتوا بتحبوها، اي خضار تحبوا تدخلوه، المهم يبقى ما بيطلعش ميه. طبعا الميه دي مش الميه اللي اتغسل فيها العدس، انا العدس ده غسلاه مرتين قبل الميه دي، فالميه دي حتى ولا حتى اللي اتنقع فيها برضو اتغسلت. حط ايه، سنه ملح وسنه فلفل. بصوا بقى انا معايا السائل اهو، خلاص هاخد ده واتعامل بيه كانه عجينه كريب. احنا الطاسه المفروض ايه سخنه، هاخد بقى بقيه المقدار واشتغل بيه على بقيه الوصفه. طب هي ايه بقيه الوصفه؟ بس خلوني الاول ايه اصفي شويه الميه دول من العدس. عايزة اوريكم القوام بتاعه لما اتضرب، بصوا بقى زي العجينة. هنزل عليه بقى ببقية المكونات بتاعت ايه، بتاعت الخليط نفسه اهو، البيض. خلوا بالكم انا التوست الوصفة دي صفيت العدس من المية. حط ايه، رشة ملح ورشة فلفل والزبادي. انا دلوقتي خلصت اول خطوه في التوست بتاع العدس اللي هو ايه الخليط العيش نفسه. هبتدي بقى ازود له الاضافات اللي عندي. زي ما قلت لكم الاضافات دي كل واحد يرجع للي متوفر عنده للي بيحبه. انا ايه هاخد شويه بس من الخليط مش كله، على قد ايه القالب اللي معايا، حطوا بقى براحتكم. انا قلت لكم بحب ايه، خلونا بس نبص على العيش. بصوا حلو ازاي وطري،
انتوا ممكن تعملوه على فكرة أرفع اللي هو زي الكريب، بس ده كده فيه سمك، فيه ايه، عارفين اللي عايز يحس انه بياكل عيش ده أحلى ليه. طيب انا بقى هحط ايه، زيتون. لو احنا بنعمل الوصفة دي على السحور هنحط كمية زيتون اقل من دي شوية، وايه الشبت بيديله طعم ولون واحنا بنقطعه وريحة تحفة. البصل الاخضر كمان، بصوا الخليط كل ما تحسوا انه مسك نفسه من كتر ما انا عمالة ازود اضافات وخضار، نعرف ان احنا كده رايحين في اتجاه ايه، ان الحاجة بنعملها صحية اكتر، الحاجة بنعملها احلى. تعالوا بقى ايه، معايا قالب، انا معايا هنا قالب ما بيلزقش، اللي هو ايه عليه طبقة ما بتلزقش من جوه. طب احنا عندنا في البيت قالب الومنيوم، قالب اي حاجة بتلزق، هحط ورقة زبدة واشتغل فيها. خلاص هاخد بقى القالب ده ادخله الفرن. الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180 تقريبا. بصوا اللون ده، خلاص كده قدامه ايه 10 دقايق كمان ويبقى جاهز، مسك نفسه خلاص. وبصوا عالي ازاي ريحته، مش قادره اقول لكم حلوه ازاي.